السلام عليكم، هذا الفيديو راح يكون عن شرح التايم ديلي اللي يولده لوب معين. مثلا اكزامبل عندي هذا اللوب البسيط اللي هو مجرد لوب يتكرر 5 مرات على اساس الرقم اللي اني خزنته بريجستر سي. فهنا انا مجرد انه خزنت رقم بريجستر سي بعدين اطرح ويقفز الى ان يخلص النمبر اوف يخلص عدد تكرار القفز ويخرج من البرنامج. طبعا هذا التايم ديلي هو ابسط تايم ديلي. اريد احسب التايم اللي يولده هذا اللوب او هذا بالضبط اللوب. اول شيء اسوي لازم احسب التي ستيت لكل اعاز. هذا الاعاز ام في اي سي راح ياخذ 7 تي ستيت. ليش 7 تي ستيت؟ لان هو اوب كود فيتش وقراءة هذا الاوبراند الميموري ريد. 4 تي ستيتس زائدا 3 تي ستيتس راح تطلع لي 7 تي ستيتس. عندي دي سي ار سي هو فقط او يحتاج اوب كود، لذلك هو فقط 4 تي ستيتس. الجمب نوزت اللوب راح يحتاج حالتين، انه يا اما 10 تي ستيتس في حالة الترو انه قرأ اوب كود ميموري ريد، ميموري ريد راح يصير 10 تي ستيتس، او يحتاج 7 في حال انه الجمب ما تنفذ. اوكي، يعني في حالة العشرة انه راح يحتاج اوب كود زائدا ميموري ريد زائدا ميموري ريد، يعني 4 زائدا 3 زائدا 3 وتساوي لي 10 تي ستيتس اللي هي هاي. اما في حالة 7 فيحتاج فقط 4 اللي هي الاوب كود زائدا الميموري ريد اللي هي 3 وتساوي لي 7 تي ستيتس اللي هي هاي. اوكي، هاي بالنسبة لحساب التي ستيتس. لازم شيء عندي معطى هو الكلوك فريكوانسي. نفرض انه الكلوك فريكوانسي للـ 8085 مايكرو بروسيسور اللي انا دا اشتغل عليه هو 2 ميجا هرتز. اوكي، انا عندي الفريكوانسي، لازم اطلع الكلوك بيريد يعني التايم. التايم هو قانون ثابت، هو معكوس الفريكوانسي التي equal to 1 over f. فلازم اطلع التايم لان انا اريد احسب تايم ديلي. فواحد على اف، الاف عندي 1/2 × 10^6 equal to 1/2، هاي 10^6 تصير 10^-6، هنا أنا ميجا صعدت صارت -6، نحسبها مايكرو. وعندي 1/2 هي 0.5 microsecond. فالتايم ديلي أو الكلوك بيريد للتي الوحدة هي 0.5 microsecond. الآن أجي أحسب التي أو الكلوك بيريد أو التايم for this instruction for move for MVIC 05. time for MVIC 05H equal to T states مالته اللي هنا 7 في ال clock period اللي هي عندي 0.5 microsecond اللي حتساوي لي 3.5 microsecond. الآن لازم أحسب، الآن خلصت أول إعاز، أنا من أخلص هذا الإعاز لازم بعدها أحسب كل الإعازات اللي داخلة باللوب من الليبل إلى الجمب. أوكي، نفرض أنه بين هذين التو instructions أكو إعازات أخرى، فلازم أخذها بنظر الاعتبار وأخذ التي ستيتس الخاصة بها. الآن عندي فقط تو instructions اللي هو DCRC. فDCRC التي ستيتس مالته هو 4 تي ستيتس، وعندي الجمب نوزيت التي ستيت مالته 10، بالبداية حاخذ حالة العشرة. اوكي، بعدين احسب الثلاث الباقيات، فالمجموع مالتهم 14 تي ستيتس. لازم ايضا اخذ بنظر الاعتبار النمبر اوف ريبيتيشن، عدد تكرار هذا اللوب. ذا لوب از ريبيتد فور 5 تايمز حسب الرقم اللي أنا خزنته بريجستر سي. فأني عندي هذا الإعاز راح يتكرر لي، أو سوري هذا اللوب راح يتكرر 5 مرات.
فراح احسب تي لوب equal to التي اللي عندي الكلوك بيريد في اللوب تي ستيتس number of t states لللوب اللي هنا أنا حسبتهن 14 في n of العشرة هذا عدد decimal بيحتوي أو هو يمثل عدد مرات تكرار اللوب. أنا عندي 5 هنا أنا بالهكسة وهي نفسها 5 بالdecimal ولكن إذا عندي رقم هكسة غير هذا الرقم لازم أحوله إلى الdecimal وأضرب أطبق هذا القانون. أوكي فعندي هسه t loop equal to عندي t 0.5 microsecond في ال t states 14 في عندي ال n of العشرة اللي هو 5 مرات فراح يصير عندي 35 microsecond. هاي بالنسبة لي أخذت إنه اللوب كله يتنفذ يعني أخذت العشرة t states في حالة ال true. في حالة انه الإعاز ما تنفذ فبقت لي 3 تي ستيتس من العشرة. اوكي فراح احسب الان التايم للثلاثة الباقية من العشرة عندما اللوب ما يتنفذ او الإعاز الجمب ما يتنفذ. فعندي 3 تي ستيتس في الكلوك بيريد اللي عندي 0.5 مايكرو سكند equal to 1.5 مايكرو سكند. هسه هنا أنا عندي 35 وعندي في حال ما تنفذ الإعاز 1.5. الآن أجي أطرح 35 ماينس ال 1.5 هذا تي ال اي equal to تي لوب هذا حتى أحسب كلش دقيق يكون عندي التايم تي ال اللي حسبته اللي هو 35 ماينس ديلي جنريتد باي لاست كلوك سايكل. اوكي هذا في حالة الثلاثة. هنا انا عندي 35 مايكرو سكند ماينس 1.5 مايكرو سكند equal to 33.5 مايكرو سكند هذا تايم لللوب كله. اوكي بس فقط اللوب. الان اجي احسب التوتال توتال ديلي. شنو عندي التوتال ديلي اللي هو تي دي شنو راح يساوي لي التي اللي يعازل ام في اي plus TLA اللي حسبته لللوب. هذا ايش قد كان عندي؟ كان عندي 3.5 مايكرو سكند plus 33.5 مايكرو سكند اللي حتساوي لي 37 مايكرو سكند وهذا التوتال ديلي. توتال تايم ديلي فور ذس سمبل لوب. هذا المثال الأول إن شاء الله يكون أوضح بشرحه بهاي الطريقة. نشرح إن شاء الله المثال بعده في فيديو آخر.